طيب خلينا نكمل يا كريم، لان احنا لسه عندنا برضو ماتش مهم جدا، وماتش الساعه أيوة طبعا الاهلي والترجي، وفي كلام كتير قوي. طبعا بالمناسبه النهارده الاهلي هيواصل استعداداته للقاء العوده في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا امام الترجي التونسي في المباراه المرتقبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، اللي هتكون بالمناسبه بحضور 10,000 متفرج. امبارح ارسلت السلطات الامنيه خطابا للنادي الاهلي وكمان لهيئه استاد القاهره بتخطر في جميع الاطراف بالسماح بحضور 10,000 متفرج فقط. وطبعا النادي الاهلي كان فاز على الترجي ب3 أهداف نظيفه، ومحتاج في مباراه الاياب اما الفوز او التعادل او تفادي الهزيمه بفارق اقل من 2 هدف. طبعا كلنا ثقه في فريقنا في تحقيق الفوز والعبور للنهائي ان شاء الله، لان اللقاء النهائي ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي.